مساء الخير. أسبوع حاسم لاستحقاق التكليف وعلى وقع موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي ما زالت حتى الساعة على موعدها يوم الخميس. انطلق الحريري في مشاوراته للاطلاع على المواقف من عودته إلى السراي الحكومي، منطلقا من تعويم المبادرة الفرنسية كفرصة وحيدة وأخيرة لوقف انهيار البلد، مكررا أن عدم وجود أحزاب في الحكومة هو لأشهر معدودة فقط ولتنفيذ إصلاحات اقتصادية مالية وإدارية فقط لغير. الحريري الذي بدأ لقاءاته مساء أمس مع نادي رؤساء الحكومات السابقين زار صباحا الرئيس عون مؤكدا تطابق المواقف معه، واستكمل اتصالاته عصرا في عين التيني حيث أبلغه الرئيس بري أنه إيجابي تجاه البنود الإصلاحية، فيما يباشر غدا وفد كتلته جولة استشاراته ليبني على الشيء مقتضاه. وفي مواعيد جولة الغد يتوجه الوفد الذي ترأسه النائب بهية الحريري إلى ابن شعي صباحا، ثم حزب الطشناق عصرا، فمعراب ليلا. وفي المعلومات أن موقف القوات اللبنانية شبه محسوم من عدم تسمية الحريري، أما موقف الحزب التقدمي الاشتراكي فقد يعلنه رئيسه وليد جنبلاط في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم، فيما يعلن باسيل الذي استأنف نشاطه بعد شفائه من كورونا يعلن موقف التيار من الاستحقاق الحكومي في قداس يقام غدا في ذكرى 13 تشرين. فهل ستكون الطريق معبد أمام عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، أم سيفتح باب الاستحقاق الحكومي مجددا سيفتح على المجهول؟ تزامنا يصل إلى لبنان في الساعات المقبلة ديفيد شنكر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل الأربعاء في النقورة. وقد شدد وزير الطاقة الإسرائيلي أن هذه المباحثات ليست للتطبيع أو للسلام. وفيما أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تشكيل الوفد اللبناني إلى التفاوض، ردت رئاسة مجلس الوزراء بأن التفاوض والتكليف بالتفاوض يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وأي منح مغاير يشكل مخالفة واضحة لنص الدستور. في ظل هذه الأجواء وبناء على قرار وزارة التربية، فتحت بعض المدارس أبوابها وسط بلبلة بفعل قرار وزارة الداخلية عزل 169 منطقة، حيث يتواجد أساتذة وطلاب لم يتمكنوا بفعل هذا القرار من مغادرة مناطقهم والوصول إلى مدارسهم صحيا. ومع الارتفاع القياسي في عدد الإصابات بكورونا، أعلن الوزير حسن أننا نعيش المشهد الإسباني والإيطالي في النسبة المئوية للإصابات. يحصل هذا في وقت يعاني المواطن من أزمة دواء، والصيدليات تنفذ غدا إضرابا تحذيريا. أزمة الدواء في لبنان تتفاقم يوما بعد يوم دون الكشف عن السبب الحقيقي لهذه المعضلة التي باتت تقض مضاجع المواطن يوميا، وبعد أن كان الخوف على فقدان الأدوية المستعصية والأمراض المزمنة أصبحت الأدوية العادية شبه مفقودة، الأمر الذي دفع بالصيادلة للدعوة إلى الاعتصام غدا. وفي الإطار عينه رأس وزير الصحة اجتماعا لبحث أزمة الدواء، مشددا على أن لا إنذارات والإقفال سيكون فوريا لمن يهرب أو يتاجر بالدواء. يعني اليوم لح يكون التفتيش الصيدلي عند النؤبة قبل ما يكون عند الصيدليات، رح يكون بالمستودعات قبل ما يكون عند الصيدليات، ورح يكون بالصيدليات قبل ما يكون على المرافق. امبارح وردتنا ونحن ودكتورة كولات بالليل تبعنا صيدلية 120 صندوق مصل، صيدلية 120 صندوق مصل بيعتهم جملة واعترفت ومضت. إذن هنالك تآمر، يعني ما فينا صرخة الصيدلي عم نسمعها. هذه وجهة النظر الرسمية، ولكن ماذا يقول الصيادلة في هذا الإطار، وماذا عن معاناتهم هم أيضا مع شركات الدواء وارتفاع الدولار؟ مسؤولية هي مسؤولية مشتركة. نحن بنعرف أن الدواء
مدعوم من مصف لبنان. في مكان معين في بالآلية في تعسر بالآلية. اليوم الصيادلة ما عم بيستلموا دواء. أنا بحب شدد أنه الصيادلة ما عم بيستلموا دواء. الصيادلة ما عم بيخزنوا دواء. هن عم بيعانوا الأمرين أكثر من المواطنين. نحن اليوم مشكلتنا أنه نحن كصيدليات ما عم نستلم الدواء. نحن منه مسؤوليتنا نعرف وين مكان الخلل. مسؤولية الدولة، مسؤولية وزارة الصحة، مصرف لبنان، نائبة مستوردين الأدوية، هن يأمنوا الدواء للصيدليات. نحن اليوم المواطن عم بيتزلل على أبواب الصيدليات، الصيدلي عم بيتزلل على أبواب شركات الأدوية اللي هي ما عم بتسلموا الكمية اللازمة. اليوم عم بيكون في تهريب. خلي الدولة تتحمل مسؤوليتها، تكافح التهريب، تكافح تخزين الأدوية إذا ما كان تخزين ببعض الشركات، خلي يأمنوا الآلية السليمة لتسليم الدواء للمواطنين. بكرة الإضراب اللي نحن دعينا له هو لرفع الصوت بوجه الكل، بوجه المثلث المسؤول عن موضوع الدواء. الصيدلي غير مسؤول عن توفير الدواء للمواطن. نحن عم نكون كبش المحرقة بالخط الأمامي، نحن عم نتحمل المزلة، نحن عم نتحمل رؤية المواطن ومرضانا عم بيعانوا. أنا صراحة بكرة في تسكير شامل بعتقد على كل مناطق لبنان، لازم نلاقي نتيجة بالآخر، يعني لأنه أنا ما فيني بقى أحمل. يعني هلأ قبل ما تجي فيت لعندي أكثر من 40 زبون عم يترجاني أنه بليز بليز أعطيني، بس بالآخر أنه أنا لزبوناتي ما عم بقدر لبي. كيف لو واحد قاطع يعني بعد ما أنه معروف السبب وين؟ السبب إنه الشركة عندها أدوية ما عم تعطينا، أو في مشكلة بال يعني مثلا كم صيدلية عندها كتير أدوية وما عم تلبي السوق، ما حدا عارف شيء. تعددت الأسباب والمسببات والضحية واحدة، مواطن لبناني يقف بالطوابير يوميا علّه يحصل من إحدى الصيدليات على حبة دواء تشفي وجعه. من الزلقة مارون بطرس، بيير البايع، تلفزيون لبنان. بدورها المستشفيات تكرر دق ناقوس الخطر. نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون نبه إلى أننا قادمون على أسبوعين كارثيين وإقفال البلد لأسبوع غير كاف، لافتا إلى أن هناك نقصا كبيرا في الطواقم الطبية في المستشفيات. أعداد الإصابات بكوفيد 19 في تزايد يوما بعد يوم، والمستشفيات وضمن إمكانياتها المعقولة بدأت تعاني من عدم وجود أسرة، وبعض مرضى الكورونا ينتظرون في الطوارئ لأن الأقسام الكورونا امتلأت بالمرضى. نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون تحدث عن عدة مشاكل تعاني منها المستشفيات، لا سيما عدم وجود أسرة كافية والضيق المالي الذي تعانيه معظم المستشفيات، إضافة إلى نقص بالطواقم التمريضية. للأسف الأسبوعين الجايين أنا بتصور رح يكونوا صعبين كتير. الأعداد الإصابات عم بتزداد يوما عن يوم، وتبرهن أنه التسكير اللي صار الأسبوع الماضي ما عطي النتائج المرجوة. لحتى يعطي مفعول لازم يكون التسكير لا يقل عن 4 أسابيع أو 6 أسابيع بأقل تقدير، وبالتالي نحن سيرين نحو مشكلة كتير كبيرة، لأنه المستشفيات ما بقى تستوعب ضائقة المالية اللي عم تعيش المستشفيات خانقتها، وتجهيز قسم للكورونا بحوالي 20-25 سرير بكلف أقل تقدير 300,000 دولار. ما في ممرضات كافية كانوا من الأساس، وهلأ بظل الأزمة صارت صعوبة أكبر. لازم نفكر كيف يلتقى حلول لهالمشكلة بالتعاون بين القطاع العام والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة. النقيب هارون رأى أنه في حال استمر الوضع على هذه الوتيرة وفي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حكما نحن ذاهبون إلى كارثة صحية. إلى الملف الحكومي، الرئيس عون أكد خلال لقائه الرئيس الحريري وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة لأن الأوضاع لم تعد تحتمل، وشدد على ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية. والحريري أكد أنه يراهن على حكمة القوى السياسية.
إذا كان العرض عاماً للأوضاع كصفة أعطيت للقاء في قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والرئيس سعد الحريري، لكن المتفرع من هذا العنوان هو تشديد رئيس الجمهورية كمال حريري على وجوب التمسك بالمبادرة الفرنسية. الرئيس عون أكد وجوب تأليف حكومة جديدة بالسرعة الممكنة لأن الأوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من التردي. وأما بيت القصيد وفي موازاة الخشية من بلوغ الأوضاع المتردية الانهيار، وصف الرئيس الحريري من قصر بعبدة بعد اللقاء الذي استمر 3/4 ساعة وصف المبادرة الفرنسية بالفرصة الأخيرة أمام اللبنانيين، متمسكا ومتسلحا بمندرجاتها وتطبيق ما ورد فيها في الحكومة الجديدة. لكن الحريري لم يترك مجالا كي يطرح الصحفيون أسئلة، ومنها على سبيل المثال عن الطريقة التي سيسمى بها الوزراء في حكومة الاختصاصيين الذي شدد عليها، ومنها كيف سيسمى وزراء المكون الشيعي وآخرين. أنا مقتنع أن مبادرة الرئيس ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لبلدنا لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت. جميع القوى السياسية وجميع اللبنانيين بيعرفوا هالشي، وبيعرفوا أنه ما عاد عندنا وقت نضيعه على المهاترات السياسية، وأنه الانهيار الكبير عم بيهدد بلدنا بمزيد من المآسي وبيهدد الدولة بالزوال الكامل. هيدي الفرصة الأخيرة، هيدي المبادرة الفرنسية قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين ما بينتموا للأحزاب، تعمل إصلاحات محددة بجدول زمني محدد ما بيتعدى أشهر محدودة. وهون مهم نكرر أنه عدم وجود أحزاب بالحكومة هو لأشهر معدودة فقط، يعني مش حنموت يعني كأحزاب ولتنفيذ إصلاحات اقتصادية مالية وإدارية فقط لا غير. أما إذا كانت نتيجة الاتصالات أنه في مين غير رأيه أو غير كلامه السابق بأنه مع المبادرة الفرنسية، أو بده هلأ يغير مفهوم المبادرة خاصة بالشق الاقتصادي والشق الاختصاصيين مع علم المسبق أنه هيدا بفشلها، فيتفضل يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين ويبلغهم بهيدا الشيء. أنا مع جميع اللبنانيين، مراهن على حكمة القوى السياسية وعلى تعاملها الواقعي والإيجابي مع الفرصة الوحيدة، وعلى قناعتها أنه ما في طريق آخر لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت. وهيدا كان موقف فخامة الرئيس كمان، وهالشي بشجعني على مواصلة الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس ماكرون. حتى الآن الاتصالات مستمرة، الاستشارات النيابية في قصر بعبدة لتسمية المكلف تأليف الحكومة في موعدها المحدد الخميس 15 تشرين الأول. الرئيس الحريري استكمل اتصالاته بزيارة عين التيني عصرا، حيث التقى الرئيس بري لمدة ساعة، وأكد أن رئيس المجلس كان واضحا بالموافقة على البنود الإصلاحية في المبادرة الفرنسية، معتبرا أن هذا الأمر مطمئن. التقيت بدولة الرئيس وكان اجتماع إيجابي، ناقشنا الورقة الاقتصادية والإصلاحية تبعيت المبادرة الفرنسية، والرئيس بري يعني كان واضح بأنه موافق على وإيجابي جدا على الإصلاحات اللي بالورقة الاقتصادية، وهذا الشيء اللي بيطمن. وبالنسبة لإلي هلأ بالنسبة للوفد، يعني اتفقت أنا والرئيس بري أنه بما أنه التقيت معه وفتنا بالتفاصيل بهذا الموضوع، يعني ما ضروري الوفد يجي يشوف الكتلة تبعيت حركة أمل، ولكن سيقتضي أنه اللقاء بالرئيس بري. فهذا بالشيء الإصلاحي، وحيكون في بكرة عدة لقاءات للكتلة للوفد اللي عبعته لعدة كتل اللي كانوا موجودين خاصة بقصر سنوبر لحتى يناقشوا الورقة الإصلاحات. ومن بعدها بس لما يكون عندي يعني الجو النهائي لكل هذه الكتل وشو
يعني شو رأيهم بهذا الموضوع، ساعتها منناقش الأمور الثانية. في عداد كورونا، أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات اليوم 1056 إصابة و7 وفيات. كيف بدأ مشهد عزل المناطق في اليوم الثاني على القرار، وماذا عن مصير العام الدراسي في ظل استمرار عزل عدد كبير من المناطق؟ أقفال، التزام، مخالفات، وللأسبوع الثاني على التوالي هذا هو واقع الحال في معظم المناطق التي أدرجت على لائحة القرى والبلدات المقفلة بسبب الكورونا. وللأسبوع الثاني أيضا تبرز بعض الانتقادات على الموضوع، بحيث يتم أقفال شارع ويبقى الشارع الملاصق له مفتوحا. هلأ المشكلة عندنا أنه الأعداد اللي عم يخدها من وزارة الصحة منا شايفين انه بتطلب انه هالطريقه من التعاطي مع بالقرار المأخوذ، لان الاصابات من اسبوعين لليوم عنا عم بتخف. نحن عنا اليوم اقل ب 20% من 10 ايام، معناتها انه الضوابط عم تلتزم فيها الناس وعم بتطبقها بالحمايه عم تعطي النتيجه. سو التسكير مناطق بهالشكل ما بدي اقول انه عشوائي، بس انه لازم تترقب الارقام مزبوط. بالنهايه قصه ارقام، او في اصابات اضافيه او في اصابات بالنقص، طالما هي عم بتنقص معناتها ما بتطلب هالشيء. بكسروان اليوم في 40 قريه مطلوب عزلهم، في 2 منهم ما عندهم اصابات خالص. انه ما بنعرف انه هالمؤشر اللي عم بيحكوا عنه على شو مبنيه الارقام تبعه، من وين مصادر الارقام. اذا الارقام اللي اخذها نحن من وزاره الصحه هي صحيحه، معناتها هالتدبير هو خاطئ، او بده لازم اعاد نظر فيه. نجين التجار اليوم اي من الايام انه ما عندهم ولا اصابه بمحلاتهم، مجبورين يسكروا يلتزموا بهالطريقه. الشوارع في مدينه جوني بدت فيها الحركه طبيعيه، وسط اختلافات في الراي حول عمليه العزل والاقفال. مين بيعود على الناس اللي عم تتسكر اشغالهم 10 ايام و12 يوم؟ مش احسن من نموت؟ ما بعنا شيء. هيدي العالم مرق بحروبات ومرق بأزمات وموت، معلش منطوي بالنا الجمعة 10 أيام جمعتين، بس المهم نصح. بروم كل المحلات لقيها فاتحة، مسكرين الإحياء اليوم مثل غدير، صربة، ساحل علمة، هاو مسكرينهم. المحلات مش مسكرينها لهلأ ونطرين. هيدا منه قرار صحيح، لأنه اليوم الكورونا مش رح تنتقل إذا سكرنا محل أو ما سكرنا محل. أهم شيء كان لازم يفكروا شوي بخطة أحسن من هيك. لازم فعل تام، لأنه الكورونا معبر الدنيا. حال المدارس في المناطق المقفلة، أو إذا صح التعبير في معظم المناطق، هي من دون طلاب. ومعظم المدارس وضعت صحة التلاميذ فوق كل اعتبار، والبادي حتى الآن لا انطلاقة حقيقية للعام الدراسي الحضوري أقله في المدى المنظور. بس يكون عندنا قرار من وزير الصحة أنه عدد المصابين عم يتخطى قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى، بس يكون عندنا قرار وزير داخلية بعزل 169 منطقة اللي هو دي أشخاص أو تلميذ ما رح يقدروا يوصلوا، بس تكون وزير التربية مش قادر يأمن المستلزمات الضرورية للمدارس لنأمن الرعاية اللازمة لتلاميذنا. نحن كان خيارنا صحة التلاميذ أولا، لذلك اعتمدنا التعلم عن بعض. أما فيما يختص بمرحلة الماترنال، مرحلة البريمير، الروضة والابتدائي، نحن هون بالناشد أنه يأخذ قرار وزير التربية أنه هود التلاميذ لازم ينوجدوا بالمدرسة. في مثل هذه الأيام كانت أصواتهم وضجيجهم يملأ الملاعب في مدارس لبنان، بين أزمة اقتصادية وأزمة صحية غاب طلاب لبنان عن مدارسهم للمرة الأولى في تاريخ لبنان. من جوني، مارون بطرس، بيير البايع، تلفزيون لبنان. وزير الصحة حمد حسن دعا إلى أخذ قرارات الإقفال بجدية، لافتا إلى أننا نعيش المشهد الإسباني والإيطالي في النسبة المئوية للإصابات. عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن المعطيات التي ترافقت مع الإقفال الجزئي لبعض المناطق، داعيا إلى أخذ قرارات الإقفال على مستوى عال من الجدية، مؤكدا أن القرار بإقفال مناطق حيوية ومدن كبيرة
قد يكون عاملا إيجابيا للحد من انتشار العدوى. وشدد في خلال ترأسه اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة على أن القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال متكاملة ومنسقة بين الوزارات ذات الصلة وليس من ضياع على الإطلاق. مرجعية الأقفال والقرار بالأقفال وتحديد مناطق الأقفال هي عند وزارة الداخلية والبلديات، ونحن كوزارة صحة منظل نعطي أرقامنا للوزارة، نحن وياهم فريق واحد، نحن متعاونين. إذا كان هناك أي خطأ مادي أو خطأ حسابي نطلب من البلديات إعادة إرسال الأرقام المقيمين ضمن نطاقهم البلدي إلى وزارة الداخلية والبلديات لحتى يكون الاحتساب صحيح ونعرف قديش عنا عدد تراكمي من الإصابات بأماكن إقامتهم أو بأماكن عملهم. حسن دعا إلى تطلع لما يحصل في دول العالم حيث تعمد غالبية الدول إلى فتح البلد بشكل تدريجي بما يأخذ بالاعتبار القدرة الاستيعابية للنظام الصحي. بنسبة الإصابات نحن عم نعيش المشهد الإسباني والإيطالي بنسبة الإصابات المئوية ونسبة الحدوث، مش عم بحكي عن عدد الوفيات بس عم بحكي عن السيناريو بس بنسبة الإصابات لحتى كمان مش نعيش هذا الخوف المميت انه نحن وصلنا الى حد اللا عودة. لا، بدي اقول للناس قدرانين نرجع وقدرانين نخفف عدد الإصابات ما دام عدد الوفيات متدني. حسن دعا إلى التكيف مع الوباء وتحسب له فتحصل عندنا مناعة مجتمعية متدرجة من دون مناعة القطيع التي لا نلامسها ولا نقاربها على الإطلاق. ومع مأساة التعلم عن بعد وبطء شبكة الإنترنت في لبنان، عدد من أبناء منطقة الشياح استفاقوا اليوم على انقطاع الخدمة. بيير البيع تابع الموضوع. بعدما وردت شكاوى اليوم عن انقطاع في شبكة الانترنت في منطقة الشياح، تتبعنا الموضوع بالاتصال أولا بموزعي خدمة الانترنت في المنطقة الذين ألقوا باللوم على بلدية المنطقة، وبحسب قولهم فإن البلدية قامت صباح هذا اليوم بإزالة بعض العلب، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الخدمة. نحن كشركة ISP، شركة A-Consult، شركة مرخصة، ما وصلنا كتاب. جانا بلاغ شفهي من شخص اسمه كميل، هذا الحكي تقريبا من شهر، قالنا بدنا ننظم، بدنا نعمل سيستم للشغل بالمنطقة. احنا قلنا لوك اهلا وسهلا، بس اذا في مجال تبعث لنا كتاب رسمي من البلدية. بالنهاية احنا ISP بيجينا دايما كتاب من وزارة الاتصالات عن طريق فاكس عن طريق ايميل، بس ولا مرة اخذنا اي قرار رسمي على التليفون مثلا او شفهي. قلنا اوكي بنمشي معك بالموضوع لحد ما اكتشفنا انه ما في شيء خط نستلمه، قلنا هذا حكي. فتفاجأنا اليوم انه فكوا مكانة صدروها. بعد اتصال اجريناه برئيس البلدية إدمون غاريوس افادنا بان الامر بسيط وتتم معالجته، وبعد ذلك توجهنا الى مبنى بلدية الشياح حيث افادنا احد المسؤولين بان كل ما في الامر هو اعادة تنظيم للقضية لا اكثر ولا اقل، وليس من احد مستهدف في الامر. وفي المحصلة وفي زمن التعلم عن بعد حرم طلاب هذه المنطقة من التعلم اليوم ولو عن بعد بسبب ما حصل في الشياح. في بيروت المدارس فتحت أبوابها للصفوف الثانوية تماشيا مع قرار وزارة التربية وسط ارتفاع منسوب القلق لدى الأهالي والأساتذة. هو اليوم الأول من العودة ولو بشكل جزئي إلى المدارس، فالمؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية التزمت بقرار وزارة التربية بالعودة التدريجية والمدمجة في آن. وتطبيقا لقرار الوزارة انطلق العام الدراسي وسط إجراءات وقائية صارمة اتخذتها إدارات المدارس. نحن هذا أول نهار التزمنا بالقرار اللي طلعه الوزير التربية، فوتنا اليوم التروازيامات البروميير والترمينال. أكيد نحن من قبل صلنا فترة أكثر من شهر عم نجهز المدرسة لهذا الحدث، يعني للرانتري كنا بلشنا أديسانس، نحن عم نعطي الصفوف عم ياخدوا كلهم أونلاين. هلأ صلنا هون نحن حاطين لهم إكسات بكل المدرسة، أول شيء فاتحين كذا باب، وعلى كل باب مدرسة مثلا بفوتوا ميل الكومبليمنتير ميل السكوندير،
في حدا شخص في الممرضة تبعت المدرسة وفي ريسبونسابل معه بياخدوا الحرارة تبع التلاميذ. الساعة 7 كل المعلمات عم بيكونوا بصفوفهم. التلاميذ قسمناهم يعني التروازيامات مقسومين لثلاث صفوف يعني حسب المعايير الصحية يعني التزمنا فيها مثل ما طلع من وزارة الصحة. ما في أكثر من 18 ولد بكل صف. رح نقسمهم إذا الله راد دي جروب يعني سري A سري B. جمعة بتجي السري A 3 أيام، تاني جمعة هاي السري A بتجي يومين، وبالعكس السري B بتكون جاي يومين، تاني جمعة بتاخد 3 جور. ورح يكونوا يعني اللي بيكونوا en présentiel en présentiel، وهوليك القسم التاني بيكون à distance عم بكفي على تيمز يشتغل. تجربة العودة هذه لابد منها رغم خطورة الوضع الصحي والأعداد المرتفعة جراء تفشي وباء كورونا. الماسك أوبليغاتوار، كمان نشرح لهم أنه يكون معهم ماسك ريزيرف دان لو ساك حتى في حال الجو يقدروا يغيروه، على طول في ديستانس يكونوا بعاد عن بعضهم. كمان زيادة كمان تعلموا التلاميذ أنه ممنوع حدا يستعير شيء من رفقاته، كل واحد بده يكون غراضه لإله، لا فيه يستعير ولا فيه عير. المدارس الرسمية التزمت بدورها بالإجراءات الوقائية، وأكد أحد المدراء لتلفزيون لبنان أن الثانويات الرسمية ملتزمة بقرار الوزير حرفيا فيما امتنع الطلاب والأساتذة الذين يقطنون في البلدات المشمولة بالإقفال على الحضور. كذلك اتخذت بعض المدارس الخاصة قرارا بتأجيل العودة إلى يوم الثلاثاء، ومع العودة الحضورية للتلاميذ الأيام والأسابيع المقبلة كفيلة بتحديد نتائج هذا القرار. وفي صيدا انطلق العام الدراسي في يومه الأول وسط إجراءات وقائية صارمة. بعض الطلاب فضل الحضور على التعلم عن بعد، ووزارة الصحة أجرت فحوصات PCR في مرج عيون لمخالطين. في ظل تفاقم الإصابات بكوفيد 19 وارتفاع الأعداد، اتخذت المدارس التي فتحت أبوابها إجراءات وقائية مشددة. ففي صيدا انطلق العام الدراسي في يومه الأول في المدارس الرسمية لطلاب صفوف البروفي والثاني والثالث ثانوي وسط إجراءات صارمة اتخذتها إدارات المدارس والمرشدون الصحيون عند مداخل كل مدرسة. الطلاب توافدوا إلى مدارسهم عند الساعة 7 صباحا، حيث حرصوا على ارتداء الكمامة كمتمم أساسي للزي المدرسي، ولدى دخولهم عمد المرشدون الصحيون على تعقيم كل طالب وقياس درجة حرارته مع الحفاظ على المسافة الآمنة ليتوزعوا فيما بعد داخل الصفوف ضمن القدرة الاستيعابية التي حددتها وزارة التربية لكل صف. كما تم تقليص ساعات الدوام حيث ينتهي اليوم الدراسي عند الساعة 12:30 ظهرا. رأيك الأونلاين أفضل ولا تجاه المدرسة؟ لا، الأونلاين أبدا طريقة مش مناسبة. كيف لمستي؟ الكل أصلا ما استفاد على الأونلاين، ما قدرنا ندرس أصلا ولا نتبع دروسنا على الأونلاين، فالأحسن أنه نجي بس أنه كهالطريقة مناسبة. ورحلتك النزيات نتعون العام السادس؟ في معي من العام الماضي. هذا أصيب بكورونا شيء مرة ثانية؟ لا. وفي سياق آخر، قام فريق من وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مكتب الترصد الوبائي في مرج عيون بإجراء فحوصات PCR لمخالطين في عدد من قرى قضاء مرج عيون بإشراف طبيب القضاء الذي طلب من البلديات المعنية بالحضور إلى مبنى بلدية مرج عيون. الطبيب المشرف أعرب عن أسفه بالانتقال من الترصد الوبائي إلى الانتقال المجتمعي، حيث تبين وجود حالات إيجابية جراء مخالطات. وفي مرج عيون أيضا انطلق اليوم العام الدراسي في مدارس القضاء والمعاهد المهنية لطلاب الشهادة المتوسطة والبكالوريا مع التزام التباعد والتدابير الاحترازية، فيما اعتمد بعض المدارس الخاصة تعليم الطلاب عن بعد. ووفرت إدارات المدارس للصفوف التجهيزات الوقائية من وباء كورونا، واعتمدت المسافة الآمنة بين الطلاب والتزام وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل الصفوف. تقنية جديدة رديفة PCR في مطار رفيق الحريري. الكلاب تستقبل المسافرين وبحاسة الشم تستكشف وباء كورونا. تقنية جديدة دخلت حيز التنفيذ في لبنان لمعرفة المصابين بكورونا عن طريق حاسة الشم لدى الكلاب رديفة PCR وبوقت قليل وبنتائج مضمونة عقب تجارب عدة قام بها الفريق الطبي المختص. هذه التقنية طبقت اليوم للمرة الأولى أمام عدسات الكاميرا في حرم مطار رفيق الحريري الدولي، وبحضور وزير الصحة حمد حسن ورئيس المطار فادي حسن والبروفيسور ياسر كيس وفريقين طبيين من فرنسا ولبنان.
حسن شدد على أهمية هذه التقنية في هذه الظروف وأكد أنها ستعتمد في المؤسسات الكبيرة العامة والخاصة. بدنا نستعمل ونستخدم كل الطرق اللي بتحول دون هذا التفشي الخطير اللي وصلنا له. اليوم تأمين هاي التقنية على المطار بهالدقة والحساسية العالية أكيد بتوفر علينا إجراء العديد من الفحوصات أو ألاف من الفحوصات اللي عم نستخدمها اليوم، مثل ما شايفين بالمسح اللي عم نعمله بالمناطق المقفلة اللي هي بالريد زون، وبنفس الوقت منكون نحن عم نشيك على بعض الدول اللي عم تيجي فيهم فحوصات ريليبل بي سي آر اللي عم نقبلهم من دون إعادة فحوصات بي سي آر، كمان نقدر نشيك عليهم بحيث أنه عم نوازن بالمرحلة الأولى بين فحوصات البي سي آر والتشخيص بواسطة الكلاب المدربة، ولاحقا تدريجيا هاي الكلاب ممكن تستعمل لبعض المؤسسات أو التجمعات المدنية أو العسكرية أو الأمنية على ضمن الأراضي اللبنانية. البروفيسور رياض سركيز شرح لتلفزيون لبنان كيفية استخدام هذه التقنية ومدى فعاليتها. هذه التقنية فإذا هي مبنية على كشف جزيئات الكورونا اللي بس تفوت على الجسم ممكن تعطي ريحة خاصة على الجلد، واللي بيكشفها هي مكنة عظيمة جدا بتكبر 10,000 مرة دونك وجود هيدي الجزيئات يلي هو الكلب البوليسي المدرب يلي هو الميديكال دوغ أو شيان دوتيليتي ميديكال. رئيس المطار فادي الحسن أكد جوزية المعنيين في المطار والتنسيق بين الجميع لإنجاح هذه التقنية. تقنية الفحص على الفيروس كورونا بواسطة الكلاب المدربة تقنية كتير متطورة معتمدة، تقريبا صارت بعدة بلدان، فرنسا، دولة الإمارات، اليوم رح نشهدها بمطار رفيق الحريري الدولي. ويبقى السؤال، هل ستساعد هذه التقنية من الحد من انتشار الفيروس الذي تفشى بشكل خطير وجنوني في لبنان؟ مفاوضات ترسيم الحدود تنطلق الأربعاء. الخارجية الأمريكية كشفت عن اسم الوسيط الأمريكي ومشاركة شنكر في الجلسة الافتتاحية. لبنان شكل وفده وإسرائيل تقول ليست مفاوضات تطبيع. عشية انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، جملة مواقف لبنانية إسرائيلية وأمريكية. وزارة الخارجية الأمريكية من جهتها أعلنت أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر سيشارك في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. وكشفت أن الوسيط الأمريكي في هذه المفاوضات هو السفير جون دي روشر. وأعلنت الوزارة الأمريكية تأكيد على أهمية الاتفاقية الإطارية، معتبرة أنها خطوة حيوية للمضي قدما، كما أنها توفر إمكانية تحقيق أكبر قدر من الاستقرار والأمن والازدهار للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين. لبنان من جهته استكمل كل التحضيرات، وبناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تألف وفد التفاوض التقني وضم العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا والأعضاء العقيد الركن البحري مازن بصبوص عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط إضافة إلى الخبير نجيب مسيحي. وتعليقا على ذلك وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتابا إلى رئاسة الجمهورية حول تشكيل الوفد، محذرة من مخالفة النص الدستوري الذي ينص على أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وفي إبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. وفي موقف إسرائيلي، وزير الطاقة الإسرائيلي لفت إلى أن المباحثات المقررة مع لبنان حول الترسيم البحري ليست مباحثات للتطبيع أو للسلام. سياحة لبنان بكل قطاعاتها ترقد في غرفة العناية الفائقة والمؤسسات تقفل أبوابها تباعا. بعد موسم الصياف لم يبدأ أصلاً، وبين انعدام الحركة السياحية وتوافد السواح خلال الصيف وتعثر السياحة الداخلية بسبب الأوضاع الاقتصادية والصحية، يلفظ القطاع السياحي في لبنان أنفاسه الأخيرة وهو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. فمعظم المؤسسات أقفلت أو على طريق الإقفال في معظم المناطق، والقيمون ينعون قطاعهم بحسرة على جنى عمرهم. ما بعرف كيف إذا نستمر نحن نشتري على 9,000 ونبيع على 1,500. هذا القطاع السياحي ننعيه، فينا ننعيه إذا بدك، لأنه نحن كنا عم نحكي بعده مؤخر كان تاريخ الدفن. هلأ اللي أدمين عليه هو انتهاء هالأزمة، يعني
السياحة الداخلية هلأ رح تنتهي، يلي بعده شوي كان عم بيحرك بعض الأطراف بلبنان، إنما بالداخل لبنان موجوع، لبنان ما بيقدر يستمر. لبنان اليوم لازم يكون في حل سريع. نحن قادمين على إقفال 20,000 غرفة للفنادق أوكي بين هذا الشهر وشهر الجاي. قطاع تأجير السيارات هو قطاع أساسي ومحرك للسياحة، يبدو أنه هو أيضا يلفظ أنفاسه الأخيرة خصوصا بعد إقفال عدد كبير من المكاتب. لا فيك تأجر على الريت القديم، يعني السيارة كان أجارها 100 دولار بالقبل، إذا تسعرها على سعر الصرف السوق السوداء اللي هو التجار، إذا بدك تجيب كوليا أو بدك تجيب زيت أو بدك تحط مينتنس للسيارة، ما حدا بسعر لك على 4,000، كله على سعر الصرف السوق السوداء. ما فيك إذا تأجر اليوم 100 دولار اللي هي 850,000، ولا زبون حياخد سيارة، وطاعة أجرها 200,000 أو 300,000، أنت عم تخسر، وسيارتك عم تخسر كل يوم، يعني هي أصلاً الديبريشيشن تبعها سريع تبع السيارة، فكيف إذا عم تأجرها وما بتقدر تطلع الكوست تبعها؟ يعني إيه أكيد رايحين على تسكير، الشركات عم بتسكر. بالمحصلة سياحة لبنان اختفت، فلا شعر أشقر سيلمع تحت سماء بعلبك، ولا نجوم عالميين سيزينون أدراج مدينة الشمس وقناطر بيت الدين حتى الخروج من هذا النفق المظلم. في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الذي دعا الجميع لتحمل مسؤولية إنقاذ البلد. الرئيس بري اجتمع إلى وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد وجرى عرض للقوانين المتعلقة بالشأن الإعلامي. رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض المستجدات مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الذي رأى أن الأمور حاليا مرهونة بأوقاتها على قاعدة أنه لا يجب أن نتكل في هذا الموضوع على ما هو معلن في الإعلام على حساب ما يجري في الكواليس، واعتبر أنه لا يمكن لأحد أن يحتكر التمثيل في البلد ويحتكر التسمية في البلد. وبالنسبة لنا الأهم هو اللي عم بصير بالكواليس. المواقف العلنية اللي اتخذت في هالكم يوم الماضي ما بدي أعلق عليها، لأنه إذا بدي قيمها كموقف سياسي بعدنا عم ندور حول حلقة مفرغة، إنما نأمل إنه يكون الكلام أوضح بالاستشارات اللي عم بتتم في الكواليس مع الجميع، ويكون هنالك موقف مرن أكثر وموقف إيجابي أكثر لصالح الجميع. ما في حدا يحتكر التمثيل في البلد ويحتكر التسمية في البلد. الرئيس بري عرض أيضا شؤونا متصلة بوزارة الإعلام خلال استقبال وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد التي بحثت مواضيع مرتبطة بالقوانين التي لها علاقة بالإعلام، واقترحت موضوع المتعاقدين في وزارة الإعلام حتى يشملهم أيضا نظام التقاعد. كنت طرحت موضوع أيضا اقتراح قانون المتعاقدين بوزارة الإعلام لحتى يشملهم أيضا نظام التقاعد. هذا الاقتراح القانون كتير مهم، مش بس لموظفين وزارة الإعلام والمتعاقدين فيها، ولكن لكافة المتعاقدين في الدولة اللبنانية. حاليا في اقتراحي قانونين بمجلس النواب باللجان النيابية، وكمان تمنيت عليه أن يكون في إقرار سريع لهم. وفي عين التين السفيرة الأسترالية في لبنان حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقع قرارا بتكليف الجيش اللبناني للكشف على الأضرار الناتجة عن الحرائق في المناطق اللبنانية والأضرار الناتجة عن انفجار خزان بنزين في الطريق الجديد بهدف مساعدة المتضررين، على أن تتم الاستعانة بمهندسين من الاستشاري الهندسي لدى الهيئة العليا للإغاثة. وقرر إعطاء بدل إيواء بقيمة 4,500,000 لكل عائلة
اضطرت إلى ترك منزلها عن 3 أشهر وإعطاء مساعدة مالية بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية لورثة كل ضحية لبنانية سقطت في الانفجار، على أن تؤخذ الكلفة من الأموال المتوفرة في الهيئة العليا للإغاثة، ويعرض الموضوع على الاجتماع القادم للهيئة على سبيل التسوية. دياب بحث مع وفد من متطوعي الدفاع المدني في مطالبهم، وأبلغهم أنه وقع قرارا لشراء المحروقات لآليات الدفاع المدني وآخر يتيح بتعبئة المحروقات من الجيش اللبناني وتصليح الآليات المعطلة بدعم من الهيئة العليا للإغاثة. وأكد الرئيس دياب للوفد استعداده لإصدار مرسوم تطبيق القانون رقم 249 الصادر عن المجلس النيابي والمتعلق بتثبيت متطوعي الدفاع المدني. وصلت باخرة مساعدات عراقية تحمل 10,000 طن من الطحين إلى مرفأ بيروت، وكان في استقبالها القائم بالأعمال العراقي ووزير الاقتصاد راؤول نعمة. تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات السيد رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، وبمتابعة دقيقة من معالي وزير التجارة العراقي الأستاذ علاء الجبوري والملحقية التجارية في بيروت، تصل اليوم الناقلة بصرة على متنها حمولة 10,000 طن من الطحين كمساعدة للشعب اللبناني الشقيق لتجاوز آثار الحادث الأليم ولمساعدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. حقيقة كانت توجيهات القيادة السياسية في العراق أن ترسو هذه الناقلة في مرفأ بيروت، لما لهذا الأمر من أثر معنوي للبنان ولمرفأ بيروت على تجاوز لقدرة مرفأ بيروت على تجاوز الصعاب وتحدي الصعاب وتجاوز محنته بأسرع وقت ممكن. المستهلك اللبناني عايز دعم، ونحن بدنا نشكر بالأول الدولة العراقية والمجتمع العراقي لهالمساعدة 10,000 طن يلي رح تخلينا نضبط وننزل يا الأسعار، ننزل الأسعار تبع الخبز أو نعلي الوزن تبع الخبز تبع ربطة الخبز لكل المستهلكين بلبنان. تفاصيل جديدة عن الباخرة اللغز جاكوارز التي رست في زهراني. نشرت مجلة فوربس الأمريكية تفاصيل جديدة عن باخرة جاكوار إس التي دخلت إلى ميناء الزهراني بطريقة غير قانونية محملة بمادة البنزين ورافعة علم بنما. ونقلا عن موقع tankertrackers.com، كشفت المجلة أن الباخرة كانت راسية في ميناء بانياس في حزيران، مما يشير إلى أنها كانت ضالعة سابقا في نقل النفط إلى سوريا، مضيفة أن جاكوار إس اعتادت التستر على رحلاتها عبر إطفاء نظام تحديد الهوية الآلي AIS الذي تعتمد عليه السفن بهدف التعتيم على أنشطتها. وبعد تتبع حركة السفينة واستخدام صور التقطت بالأقمار الاصطناعية، كشف الموقع أن جاكوار إس حملت البنزين من ميناء رومانو في ألبانيا في 15 أيار قبل أن تبحر إلى كرواتيا للتزود بالوقود، وبعدها ميرسين في تركيا، ثم جزيرة كريت في اليونان، وبعدما غادرت اليونان في 23 أيلول كانت إشارتها تدل إلى أنها في طريقها إلى لبنان لتصل معمل الزهراني في 25 أيلول. وفي ميرسين كان سلوك السفينة يدل على أنها كانت تنتظر الإرشادات للتوجه نحو بانياس في 4 حزيران. وفي سوريا كشفت المجلة أن الباخرة عمدت إلى إطفاء إشارتها لمدة 10 أيام، لافتة إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر الباخرة في المياه السورية في 13 حزيران الماضي. وفيما يتعلق بسجل جاكوار إس المريب، كتبت فوربس تقول إن الوكالة الدولية لتقييم المخاطر البحرية صنفتها عالية المخاطر، وعوامل عديدة تؤدي إلى هذا التصنيف، منها ممارسة أنشطة غير شرعية في مناطق عالية الخطورة وكفاءة الطاقم وعمليات احتجاز السفينة، علما أنه سبق لجاكوار إس أن احتجزت في 17 نيسان العام الماضي في ميناء يوناني بعدما كشف الفحص عن 25 عيبا فيها. احتجاجا على رفع الدعم عن المواد الأساسية، اجتماع في مقر نقابة السائقين العموميين في الشمال بحضور نقباء المهن العمالية الحرة في الشمال للإعلان عن تحرك يوم الأربعاء وتأكيد على المشاركة لتواجه الحكومة مسؤولياتها. نحن ندعي كل الشباب لنهار الأربعاء الساعة 8 صباحا حيكون في تسكير طريق
أول طريق العلمون ويتحمل مسؤولية الدولة، والجمعة الجاية هيكون في تصعيد أكتر. هيدي الحكومة مستقيلة نايمة، ما في إلا العمالة الأجنبية والعمالة والتهريب بتطلع من هون على سوريا، من بنزين، من مازوت، الأدوية عم تروح على مصر. مين المسؤول؟ إلى الأخبار الدولية، تبادل الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان حول خرق الهدنة في إقليم ناغورني كاراباخ، ولافروف يؤكد أنه لم يتم الالتزام باتفاق الهدنة بشكل كامل. الهدنة الهشة منذ اللحظة الأولى في إقليم ناغورني كاراباخ تترنح وسط استمرار تبادل الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان بانتهاكها وعدم تنفيذ أي من بنودها، سواء من ناحية تبادل الأسرى أو الجثث. وفي الأخذ والرد بين باكو ويريفان، اتهام الأخيرة تركيا بالسعي إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وبالمشاركة فيما سمته العدوان الأذاري على ناغورني كاراباخ وتحديدا عاصمة الإقليم ستيبانكرت، كما اتهمتها باستمرار إرسال المقاتلين والإرهابيين من الشرق الأوسط إلى أذربيجان، واضعة ذلك في إطار أطماع أنقرة التوسعية في المنطقة. وفي توصيف لتطورات الميدان، أفادت وزارة الدفاع الأرمينية أن التوتر المستقر نسبياً كان حاضراً طيله الليلة الماضية على طول خطوط التماس، معلنة أن الجيش الأذربيجاني أظهر نشاطاً في المحاور الشمالية والشمالية الشرقية والجنوبية. في المقابل، حذر مساعد رئيس أذربيجان حكمة حجياف خلال زيارته مدينة غانجا التي تعرضت للقصف وفق تعبيره، من أن بلاده سترد على أي خروق لاحقة. إزاء هذه التطورات المتسارعة والمقلقة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ جراء انتهاك وقف إطلاق النار واستمرار عمليات القصف المتبادل واستهداف المدنيين، داعيا طرفي النزاع إلى احترام الهدنة بشكل صارم والدخول بمفاوضات جوهرية برعاية مجموعة مينسك. إلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.